اه والله وتروح بقى وخلاص. طيب تعالوا كده نتكلم النهارده على حاجه اسمها الوايرلس لان. الوايرلس لان دي ما بيجيش في الامتحان عموما يعني. وفي اخبار كويسه ان هي هتنشال من الكورس الجديد. تمام؟ بس انا بحب اديها كده عشان الناس تفهم يعني ايه واي فاي. خلاص يعني في اخبار بيقولوا ان هي هتنشال من الكورس الايه؟ الجديد. تمام؟ فالوايرلس لان اتشالت اتشالت ما اتشالتش هي موجوده معانا. خلاص كده؟ ايه حكايه الوايرلس لان دي بقى؟ كلنا دلوقتي يا جماعه رايحين لمبدا اسمه الموبيليتي. يعني ايه كلمه موبيليتي؟ يعني الناس دلوقتي ما بتحبش تتقيد بسلك. كل الناس عايزه تخش واي فاي او واي ماكس على الموبايل ويبقى كل الداتا بتاعته ماشيه مع الموبايل، حتى شغله عايز يبقى مع الموبايل، يفتح ميله على الموبايل، يعمل شغله على الموبايل، صح كده؟ حتى اللاب ذات نفسه بقى حاجه كبيره قوي ان احنا نشيلها. تمام؟ فانا ما عدتش عايز اتقيد بسلك، عايز اخد اللاب بتاعي او التاب بتاعي او الموبايل بتاعي واروح اقعد في اي جنب انا عايزه واقعد اشتغل فيه. فكل الناس راحه للموبيليتي، وعشان كده احنا بناخد حاجه اسمها الواي فاي. البنفيت بتاع الواي فاي بقى ايه؟ بيزود المرونه فليكسبيليتي، بيزود الانتاجيه في اي مكان تشتغل، بتقلل الكوست عشان ما فيش كابلات ولا كلام من ده، ممكن تزود الشبكه بتاعتك زي ما انت عايز وفي اي وقت، صح كده؟ طيب الوايرلس تكنولوجي، الوايرلس تكنولوجي على حسب الشبكه بتاعتنا من الصغير للكبير. كان في عندنا حاجه اسمها الوايرلس بيرسونال اريا نتورك، شبكه وايرلس بس شخصيه، شكل ايه؟ البلوتوث. حضرتك حط السماعه في ودنك بتاع البلوتوث وعامله كونكت مع الموبايل اللي في جيبك، صح كده؟ دي بيسموها ايه؟ بيسموها وايرلس بيرسونال اريا نتورك، شكل بلوتوث مساحتها صغيره خالص. تمام؟ الوايرلس لان اللي احنا بنقول عليها يا جماعه كلمه واي فاي، لان بس وايرلس، بجيب اكسس بوينت وغطيها اهو، الاكسس بوينت دي بتغطي لي مساحه تقريبا كده محيطها 300 متر تقريبا، محيطها كام؟ 300 متر. بتختلف بقى على حسب الخرسانات اللي موجوده، على حسب السبيس اللي موجود. تمام؟ طيب الوايرلس وايد اريا نتورك، شبكات الكبيره بس الوايرلس، شكل مين؟ شكل الشبكات بتاعه الموبايل. حضرتك الانتنه بتاعه الموبايل، تمام كده، البرج بتاع الموبايل جايب مثلا 2 كيلو، فانت في ال 2 كيلو دول انت ماشي شغال بالباقه بتاعتك زي الفل، شكل شبكات ال 3 جي، تمام، اللي هي بتاعه الجي اس ام والجي بي ار اس، دي كلها تكنولوجيا يا جماعه ايه للموبايل، والال تي اي اللي هو الجيل الرابع، تمام كده. طيب بيقول لي شبكات البلوتوث اللي احنا اتكلمنا عنها دي خدت ستاندر من اي تريبل اي، الستاندر بتاع البلوتوث 802.15، يبقى دي شبكه ستاندر. تمام؟ بتغطي لك مساحه 100 متر، المفروض يعني البلوتوث يغطي لك مساحه 100 متر، بس طبعا الكلام ده مش موجود يعني. اخرنا 10 متر وبكتير قوي، البلوتوث يغطي معاك. الواي فاي، الواي فاي دي خدت ستاندر اي تريبل اي برضه، مش بتاعت حد، 802.11 ده النوع الرقم الستاندر بتاعها، وبتجيب من الحد 300 متر. طيب شبكات الواي ماكس بقى، شبكات البرج بتاع الواي ماكس ده، البرج الواحد ممكن يغطي لك 2 كيلو او 50 كيلو على حسب التكنولوجي بتاع الواي ماكس انت مستخدمه. فبيقول لك الواي ماكس ده خدت ستاندرد 802.16 برضه الاي تريبل اي اللي عاملاها، وبتغطي مساحه قد ايه؟ 50 كيلو. السيلر بروباند اللي هي شبكات الموبايل اهو، ده اللي بيغطيها مين بقى؟ فودافون وموبينيل، الشركات الانترناشونال اورجنايزيشن بتستخدم السيرفيس بروفايدر اللي هو شبكات الموبايل، تمام كده، ان هي تمد خدمه مين؟ الموبايل بروباند نتورك. الساتلايت، وده ما حدش بيستخدمها بقى الا لو كان عايز بقى حاجه جامده يعني، الساتلايت ده سفينه في البحر، ما فيش كونكشن، ما فيش اي حاجه في الشبكه، بستخدم بقى الساتلايت. تمام؟ طيب احنا بنستخدم علشان ننقل الداتا بتاعتنا حاجه اسمها الراديو ويف، تردد كده في الهواء اسمه الراديو ويف. الراديو ويف ده هو التردد، ده هو له باند من اول 3 كيلو هرتز لحد 300 جيجا هرتز. يبقى لما اجي انقل الداتا بنقلها في التردد ده من اول 3 كيلو هرتز لحد كام؟ 300 جيجا هرتز. كلنا شغالين على التردد ده لحد الان، اللي هو ايه؟ اللي هو 2.4 جيجا هرتز. كل الاجهزه بتشغل على التردد ده اللي هو ال 2.4 ده،
تمام، معظم الاجهزه اللي موجوده، وعشان كده التردد ده بقى زحمه جدا، فكل الاجهزه بتشتغل عليه. لا دلوقتي بقى روح عشان التردد ده بقى زحمه، روح عاملين تردد فري تاني اسمه 5 جيجا هرتز. فانت لو الاكسس بوينت بتاعتك بتشتغل على 2 وتقدر تشغل على 5، شغال على 5 احسن. تمام كده، مش حكايه خطوط عريضه، حكايه ان الدنيا مش زحمه. عندك المايكرويف شغال على 2.4، عندك التليفون الارض اللي في البيت اللي هو الفيكسد اللي هو الوايرلس عدى فيه شغال على 2.4، كل الاجهزه 2.4. هنتكلم عنه، نتكلم عنه. تمام، الخمسه كمان اتزحمت، فروح حاجزين مين؟ ال 60 جيجا هرتز. فاحنا في الفري يا جماعه شغالين على الترددات دي، دي ترددات مبلاش، اللي مش شرط تروح للمرفق الاتصال عشان تاجرها. بيسموا الترددات دي ايه؟ بيسموها الاي اس ام، الاندستريال اهو، ترددات اللي مستخدمه في الصناعه وفي العلوم ساينتفك وفي الميديكال. الحاجات دي كانت معموله زمان اساسا، الحاجات اللي بالصناعه، الحاجات اللي بيعملوا عليها تجارب في العلوم والكلام ده كله، الحاجات اللي شغاله في ايه؟ الاجهزه الطبيه والحاجات دي. دي ترددات فور فري اللايسنس، فانت مش محتاج ان انت تروح تاجرها من مرفق اتصالات. ايه مرفق اتصالات ده؟ كل الترددات اللي موجوده في البلد تحت سيطره مين؟ مرفق اتصالات اللي اسمه النترا عندنا هنا في مصر. تمام كده؟ النترا ده بياخد السياسات بتاعته منين؟ المفروض بياخدها من منظمه كبيره، امبريلا كبيره كده، مظله كبيره كده اسمها الاف سي سي، فيدرال كوميونيكيشن كوميونيتي. دي اللي ماسكه مرافق الاتصالات على مستوى العالم. هي اللي قالت ان الترددات ديت يا جماعه تبقى فور فري، كل البلاد اللي في الدنيا تفضيها. تمام كده؟ اه عشان نفضيها. فكل مرفق، كل مرفق ايه مركزها فين؟ مش يعني ايه، مش وقته يعني. يعني مش مهم يعني. انما ده ايه؟ ده اللي هو الامبريلا الكبيره بتاعتهم، اللي ماسكه كل مرافق الاتصالات اللي فين؟ اللي في البلد. ودي اللي قالت ان احنا عندنا اللايسنس باند، اللايسنس اهو فريكوانسي باند اللي هو 2.4 و5 جيجا هرتز و60 جيجا هرتز. حلو كده؟ طلع عندنا من الاي تريبي، الاي تريبل اي ستاندر شويه فيرجنز اهو، الاكسس بوينت بتاعتك فيها شويه فيرجنز. حلو، اول ما اخترعوا 802.11، ده تقريبا ظهر في التسعينات. الكارت ده كان بيديلك 2 ميجا هرتز باندويت، 2 ميجا بت بير سكند باندويت، كان شغال على تردد مين؟ 2.4. كان في الكارت ده ما موجود، كان عندنا الكارت ابو كابل كانت سرعته كام؟ 10 ميجا بت بير سكند في التسعينات، كان الكارت الايثرنت العادي مش الفاست. فكنت لما اجي اقول لك هديك 2 ميجا باندويتس وايرلس كانت تبقى حاجه كويسه جدا يعني، كنت انت مرضي وباس ايدك وش وظهر، صح؟ اول مره تشوف الكلام ده. بعد كده ظهر كارت تاني اسمه 802.11A، ده بيشتغل على تردد مين؟ 5. الباندويتس بتاعته كانت عاليه 54 ميجا بت بير سكند. شايفين الباندويتس بتاعته كانت عامله ايه؟ كان عالي، سرعته عاليه، بس المساحه اللي كان بيغطيها كانت قليله، ما كانتش كبيره. فرجعنا تاني للتردد مين؟ 2.4، لان كانت النويز عاليه، لان كل ما اعلي الفريكوانسي كل ما محتاج باور اعلى، فكل ما تعلي الباور كل ما الداتا اللي انت هتاخدها من الباندويتس دي ما تعرفش تاخدها، لان بقى فيه نويز وكده. تمام؟ فقاموا الحين عاملين الكارت الجديد اللي هو 802.11B، بقى الباندويتس كام؟ 11، نزلوا من 54 لمين؟ ل 11. وده اللي احنا اشتغلنا عليه فتره بقى، كان 11 ميجا بت بير سكند، شغال على تردد كام؟ 2.4. ظهر التردد بقى اللي هو كان في 2008 اللي هو الكارت بتاعنا 802.11B وجي. معظم اللابات القديمه تلاقي مكتوب عليها كده 802.11 وجي، بي وجي. معظم الاكسس بوينت القديمه اللي عندك في البيت مكتوب عليها كده، اللي قبل اللي ايه 2008 فيما قبل يعني. بيعمل ايه ده؟ ده وصل السرعه بتاعته ل 54 ميجا بت بير سكند، بيشتغل على تردد 2.4 جيجا هرتز،
كومباتبل يا معلم مع 802.11 بي. يعني ايه كومباتبل؟ يعني لو انا عندي اكسس بوينت اهو وهي 802.11 بي وجي نوعها كده، فلو جه لاب راكب فيه كارت جي يشتغل، لو جه لاب راكب فيه كارت بي اهو يشتغل يلقط، ما هو كومباتبل معاه اهو. بس خد بالك يا معلم، هي دي سرعتها كام؟ 54 ميجا بت بير سكند. لو انت وصلت عليها كاب لبي كارت بي، السرعه تنزل لكام؟ ل 11. خد بالك سرعه الشبكه كلها تنزل ل 11. وعشان كده في الكونفجريشن لما نيجي نعمل كونفجريشن دلوقتي ممكن تقفل الحته بتاع الكومباتبيلتي دي، تقول له ما تشتغلش غير جي. طب لو في موبايل قديم ولا حاجه فيه كارت بي ما يخشش يا عم، ما هو لو دخل هيعك لي الدنيا. يعني في ايديا وانا بعمل كونفجريشن ان انا اخليها ميكسد او اخليها مين؟ جي بس. حلو كده؟ طيب ال 802.11 ان بقى معظم الاكسس بوينت من اول جي وانت نازل كانت كلها هاف دوبلكس، لا تبعت لا تستقبل يا معلم. حلو؟ من اول 802.11 ان الاكسس بوينت بتاعتك والانتنه بتاعتك بقت فول دوبلكس. اوه بقى اساسا الاكسس بوينت ما فيهاش انتنه واحده، لا ده الاكسس بوينت بقى فيها اكتر من انتنه، كل واحده منهم الباند ويدث بتاعتها كام؟ 150 ميجا بت بير سكند، وهي فيها اربع انتنه بتشيل اربع انتنه، يعني كام ميجا؟ 600 ميجا الكارت الان ده. بس محتاج تعريف ومحتاج ابديت، وهو جاي من المصنع بيبقى 300 او 150 على حسب نوع الكارت، تعمل له ابديت يشتغل لحد 600. بنستخدم اتنين انتنة من دول للسند واتنين انتنة للريسيف. كل اللي قبل كده الاكس بوينت اللي قبل كده كانت هاف دوبلكس، هي انتنة واحدة سند او ريسيف. حلو الكلام كده؟ التكنولوجي بتاع اكتر من انتنة دي بيسموها تكنولوجي بتاع ال MIMO، مالتيبل انبوت مالتيبل اوتبوت. تمام؟ الكارت بعد الان ده اهو، الان ده بيشتغل على اعتراضه 2.4 جيجا هرتز و 5 جيجا هرتز، يعني انت بسوم ممكن تخش تعمل له ايه كونفيجريشن زي ما انت عايز. فلو شغلته على 2.4 جيجا هرتز يبقى كومباتبل مع البي والجي، لو شغلته مع الخمسة يبقى كومباتبل مع مين؟ مع الاي. ال 802.11 اي سي ده كارت جديد سرعته كام يا معلم؟ 1 جيجا و3 من 10. ده بيشتغل على تردد كام؟ 5 جيجا هرتز. كومباتبل مع مين؟ مع الاي والان. طيب الكارت بقى اللي فظيع بقى وموجود دلوقتي في السوق 802.11 اي دي، سرعته لوحده 7 جيجا هرتز. فلاشه كده يو اس بي بتجيبها يبقى عندك كارت وايرلس 7 جيجا راكب عندك في جهازك. تمام؟ واي فاي. كومباتبل بيشغل مع مين؟ بيشغل مع التردد 2.4 وال 65. يا نهار ابيض. يو اس بي. سيسكو عامله فلاشه كده كارت نوعه اي دي. تمام؟ 802.11 اي دي تجيبه من اي حته دلوقتي وغالي شويه بس. خلاص؟ وتحط في اليو اس بي. وتوقف بقى الكارت الوايرلس العادي بتاعك. بقى عندك كارت واي فاي دلوقتي سرعته 7 جيجا. ده سيسكو. سيسكو او غير سيسكو، بس اللي انا شفته سيسكو. لينك سيس. تمام؟ في منظمة عندنا اسمها الواي فاي سيرتيفيكيشن. حتى تلاقي رمز الواي فاي موجود على كل الكروت وجنبه علامة صح كده. ايه ايه المنظمة دي؟ مش الاي تريبل ايه حط الاستاندر بتاع الحاجات بتاعت الواي فاي؟ باسم عنده مصنع بيصنع كروت وايرلس. مين اللي يقول ان الكارت بتاع باسم متوافق مع الاستاندر بتاع الاي تريبل اي؟ الواي فاي. باسم ياخد الكارت بتاعه ويديه للمنظمه بتاعت الواي فاي، تديله سيرتيفيكت عليها شهاده ان الكارت بتاعه متوافق. تمام كده؟ مع مين؟ كومباتبل مع مين؟ مع الاستاندر بتاع البي والجي والان. يبقى الواي فاي دي اللي بتتاكد ان الكارت بتاعك كومباتبل هيشتغل وستاندر. تمام كده؟ بيقارنك بقى ما بين ايه؟ ما بين الوايرلس والواير.
الوايرلس بيشتغل بيستخدم حاجه اسمها الراديو فريكوانسي عشان ينقل الداتا. الواير بيستخدم ايه؟ الكيبل. الوايرلس شغال بتكنولوجيا اسمها كوليجن افويدنس. لو انتم فاكرين كنا بنقول سيسما على السي اي في الوايرلس، اما في الواير سيسما على مين؟ على السي دي. وهنشرح يعني ايه السي اي دلوقتي. الافيلابيلتي اي حد مع كارت وايرلس وجوه الرينج بتاع الاكسس بوينت ممكن يكونكت، ده لازم كابل يكون فاضي عشان تكونكت. التداخل ده معرضه للتداخل، ده طبعا مش معرضه للتداخل. ده اديشنال ريجوليشن باي كانتري اوثوريتي شكل النترا، ده اللي بينظمها حاجه اسمها النترا. ده ما فيش حاجه بتنظمها اي تريبل اي ستاندرد وشكرا. صح كده؟ ده الكارت اللي كنت بقول لكم عليه اهو بتاع سيسكو. سيسكو اشترت شركه لينك سيس اهي. ده كارت يو اس بي اي سي اهو. اي سي سرعته كام؟ 1.3. الاي دي سرعته كام؟ 7. تمام. ده راوتر زي اللي عندك في البيت بالظبط بس بتاع سيسكو لينك سيس. اهي لينك سيس راوتر. شركه لينك سيس دي كانت شركه بتصنع راوترات نت بس، وسيسكو اشترتها. تمام. راوتر شكله نضيف شويه كده غير اللي موجود عندنا في البيت، شغال لينك سيس. ده نوعه ايه؟ اي سي، بينقل الداتا بسرعه 1.3، مش ان كمان. اللي عندك في البيت هتلاقي ان دلوقتي لو انت مركب نت قريب، يعني هتلاقي ان ده اي سي. الراوتر ده بيشتغل ايه؟ بيشتغل اكسس بوينت سويتش وايرلس، بيشتغل ايثرنت سويتش في 4 بورتات، بيشتغل ايه؟ راوتر نت، وصل فيه خط تليفون ويشتغل راوتر نت اللي هو مين؟ الدي اس ال مودم ده. الاكسس بوينت لما تيجي تشتريها ان شاء الله هتلاقي منها نوعين. الاكسس بوينت بتاعتنا دي لما نيجي نشتريها هنلاقي منها نوعين، تمام؟ هقول لكم عليهم حالا اهو. في نوع اسمه الاوتونوميوس اكسس بوينت، شكل اللي عندك في البيت. ايه دي؟ اكسس بوينت متركب عليها السوفت وير بتاعها. عشان تعمل لها كونفيجريشن تجيب الجهاز بتاعك بكابل ايثرنت وتكتب الاي بي بتاعها وتقعد تعمل لها كونفيجريشن. حلو كده؟ طب انت يا معلم بقى لو شركه والشركه دي لها فروع في كل حته. اهو شركه كبيره. اهو لها سايتس في كل حته. فانت هتجيب انتنة في كل ايه؟ في كل سايت. اهو اهو. عايز بقى باسم لما ياخد اللاب بتاعه ويروح للسايت بتاع طنطا يخش باليوزر نيم والباسورد بتاعه، يروح للسايت بتاع القاهره يخش باليوزر نيم والباسورد نفسه، يروح للسايت بتاع الاقصر يروح يخش باليوزر نيم والباسورد نفسه. ده احنا بنجيب نوع من انواع الاكسس بوينت اسمه كنترولر بيز اكسس بوينت، او بيسموه لايت ويت اكسس بوينت بروتوكول. اهو لايت ويت اكسس بوينت بروتوكول. هي مش اكسس بوينت، هي انتن معها سوفت وير بحطها وبوصلها باي سويتش عندي وبتحكم فيهم كلهم في كل الاكسس بوينت، ببرمجهم مره واحده عن طريق حاجه اسمها ايه؟ وايرلس كنترولر. يبقى انا في كل سايت برمي ايه؟ انتن. في كل مبنى برمي انتن. الانتن دي معناها سوفت وير ولا حاجه، ما هي زي اللي عندك في البيت، ما هيش ايه؟ ما هيش تقيله، لايت يعني خفيفه، يعني معناها سوفت وير. وبعدين اروح ابرمجهم بحاجه اسمها ايه؟ جهاز كده لوحده اسمه كنترولر، بجيبه من سيسكو. تمام؟ دي انواع الاكسس بوينت اللي سيسكو بتنتجها اهي. في عندك 44 10، دي بستخدمها للسمول بيزنس، شغاله جي او اي، انا بخش عليها عن طريق الويب، اكتب الاي بي بتاعها واخش. بتشتغل بالكهرباء العاديه او بي او اي، لو عندك سويتش في بي او اي شغلها، مش شرط لها ادابتور يعني. تمام. سيسكو 121 و321 دي للحاجات الصغيره المتوسطه والصغيره، ممكن تشتغل عليها جي او اي او سي ال اي كوماندات. بتشتغل بالكهرباء العاديه او بشغلها برضو بي او اي. تمام. في عندك واحده ثانيه اللي هي 541 اللي هي قدامنا دي، دي برضو للشبكات الصغيره والمتوسطه، بشغلها جي او اي مفيش فيها سي ال اي،
بشغلها بالباور او شغاله ايه بي او اي، وممكن اعمل فيها ايه يا جماعه كلاسترنج تكنولوجي. يعني ايه كلاسترنج؟ ان انا ايه احط كل واحده في مكان وبرمجها بايدي بالكنترول اهو. تمام. بيقول لك كلاسترنج يعني ايه؟ يعني نجمع اكتر من واحده منهم بنفس الاسم بنفس الكونفيجريشن. ده اللي هو الكنترولر اللي بنقول عليه اهو. طبعا السيرفر. الكنترولر ده اللي بيبقى جهاز بيتوصل بعد كده بالسيرفر اللي عليه اليوزر نيم والباسورد بتاعت الناس بتاع الويندوز بتاعتك. فانت مش محتاج تروح لاي مكان وتقعد تخش كونكت على الواي فاي. اول ما تدي اليوزر نيم والباسورد بتاعك بيخليك تكونكت على طول. لا بس ده بيجمع اكسس بوينت بقى عن طريق النتورك بتاعتك انت. انت بناها براوتنج وبناها كلام من ده. فانا لما باخد اللاب بتاعي ده اهو وبروح القاهره بتلاقي في حاجه شبكه اسمها تي اي جيست. لما بروح طنطا بتلاقي شبكه اسمها تي اي جيست. احنا عاملين لما بروح الاقصر تي اي جيست. فانا مش محتاج اروح للراجل بتاع الاي تي واديني الباسورد. لا ما انا داخل باليوزر نيم والباسورد بتوعي. انت فاهمني؟ الكنترول ده برضو ممكن يا جماعه يكون كارت بيركب عندك في السويتش او في الراوتر اهو، مش محتاج تشتري جهاز لوحده. طيب الانتنه بقى بتاعتنا، الانتنه بتاعتنا لها انواع. الانتنه بتاعتك ممكن تكون اوميني دايركشنال انتنه، بعباره عن انتنه بتعمل دايره حواليها كده، كوره حواليها 350 درجه 360 درجه حواليها كده. او دايركشنال انتنه، انتنه بتعمل زاويه 180 درجه بس، ده نهايه السور بتاعي. فانا عايزه يغطي جوه المبنى بس ما يغطيش بره. فبجيب حاجه نوع من انواع الانتنه اسمها ايه؟ دايركشنال انتنة. او في انتنه ثانيه بنحطها لما يكون المبنى نارو ضيق زي كوردور طرقه كده ولا حاجه، اسمها يجي انتنه. بتبقى في اتجاه واحد بس ايه؟ لمسافه كبيره والفريكوانس ضيق بتاعها. تمام؟ المحيط بتاعها ضيق. طيب انواع التوبولوجي بقى في الوايرلس. التوبولوجي في الوايرلس يا جماعه ممكن لو انا اللاب بتاعي اهو وده اللاب بتاع مصطفى من غير ما يكون في اكسس بوينت، من غير ما يكون في حاجه، احنا الاثنين نكونكت مع بعض ازاي؟ من هنا كده حتى اهو من الكنترول بانل اهو اهو. فين النتورك؟ نتورك اند شيرنج. اهي نتورك اند شيرنج سنتر اهي. وبعدين سيت اب ا نيو كونكشن. وبعدين هقول له ايه؟ لا لا اهي اد هوك اهي، شايفها؟ سيت اب وايرلس اد هوك نتورك اهو. ونكست نكست. قول لي اسم النتورك انت عايز تعملها. عايز اعمل اي اي اي. طب السكيورتي بتاعتك 1 2 3. اقول لك بضعيفة دي، طب خلوها سيسكو ات 1 2 3 4. نيكست ماشي. ايه زي هوت سبوت بالظبط، بيسموها ايه دي؟ الشبكه دي اد هوك، مفيش فيها اكسس بوينت. تمام. هيخلص اهو وهبان عندي انا هنا تحت. فلو مصطفى بيسيرش دلوقتي هيلاقي ايه 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 يكونكت عليها وبالباسورد بتاعتي يكونكت مع اللاب بتاعي. بقينا احنا الاثنين كده في نتورك واحده من غير اكسس بوينت، من غير كابل، من غير حاجه. ايه بتظهر في شبكات الواي فاي؟ لو بس انت لو داخل نت يفصلك من على النت لانك انت لقطت معايا دلوقتي. لو انا بعمل له شيرنج للانترنت، لو انا عامل له شيرنج للانترنت. اهو حاول كده تخش معايا اهو، شايفين ويتنج فور يوزر اهو. لو حد معاه كارت واي فاي دلوقتي بيدور هيلاقي ايه 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 دي. حلو كده؟ ها لقيتوها؟ اعمل اللاب كده عندك.
ها طيب نكمل يلا. ظهرت عندك مصطفى؟ قرب بس شوية كده. تمام الريفرش كده أول فيلو بتعطيني. طب خش من على كنترول بانر كده أقول له أد نيو نتورك. سيت أب نيو نتورك أيوه. كنترول بانر؟ من النتورك ماشي ماشي. طيب اللي احنا قلنا عليها دي يا جماعه بيسموها نوع من انواع التوبولوجي عندنا الاد هوك مود توبولوجي، واحنا بنسمي النتورك دي اي بي اس اس اندبندنت بيزك سيرفيس ست، بنسميها كده اي بي اس اس اللي ما فيهاش اكسس بوينت وما فيهاش اي نتورك ديفايس. طيب لو احنا عندنا بقى اكسس بوينت واحده والاجهزه كونكتد عليها فبنسمي الشبكه دي هي بيزك سيرفيس ست بي اس اس. يبقى الثانيه كان اسمها اي بي اس اس ودي بي اس اس. طب لو انت بقى المكان بتاعك اهو ده الاد هوك مود اهو اللي احنا بنسميه هوت سبوت في الموبايل، ان مفيش اكسس بوينت مفيش حاجه، انت بتكونكت على كارت شبكه بتاع ايه بتاع جهاز تاني، فبسميه اندبندنت بيزك سيرفيس ست. الشبكه بتاعتنا بنسموها اندبندنت بيزك سيرفيس ست. طيب لو انا عندي اكسس بوينت واحده بسميها بيزك سيرفيس ست. طب لو عندي اكتر من اكسس بوينت بقى اكسس بوينت هنا واكسس بوينت هنا فالشبكه دي بنسميها اكستندد سيرفيس اريا، والشبكه بسميها اكستندد سيرفيس ست. لو في عندي اكتر منين من اكسس بوينت تمام. طيب الفريم بقى بتاع الاكسس بوينت شكله ايه؟ فريم. يعني ايه فريم؟ يعني باكت اللي جاي من لير 3 وهينضاف له ديل وهينضاف له راس هيدر وتيلر. بس الديل يا معلم بقى في شويه حاجات، في حاجه شكل فريم كنترول، في حاجه اسمها الديوريشن، في ادرس 1 ادرس 2 ادرس 3 يا نهار ابيض ادرس 4. ده يا عم الايثرنت فريم العادي كان فيه 2 ادرس سورس ماك وديستنيشن ماك، دي في 4 في 4 ادرس. ايه بقى ادرس 1 وادرس 2 وادرس 3 وادرس 4 دول بتوع ايه؟ بصوا يا شباب لو انا عندي الجهاز بتاعي كونكتد اد هوك ده بي سي 1 وده بي سي 2 من غير اكسس بوينت من غير حاجه، فيبقى ده الادرس 1 وده الادرس 4، ده السورس وده الديستنيشن، ده الماك بتاع اللي بيبعت وده الماك بتاع مين اللي بيسبب. في الحاله دي هنستخدم ادرس 1 وادرس مين؟ ادرس 4. طب لو انت عندك اكسس بوينت والاكسس بوينت دي واصله براوتر وعندك الجهاز اللي بيبعت الداتا، ده هيبقى ادرس 1 ده ادرس 2، البورت بتاع الراوتر اللي الماك بتاعه ادرس مين؟ ادرس 3. يبقى ده 2 وده 1 وده الوضع الطبيعي بتاعنا صح كده. طب لو في هنا سويتش متوصل ما بين الاكسس بوينت والراوتر ما يتوصل، احنا مالنا ومال السويتش؟ كانه مش موجود خالص صح كده تمام. طيب انواع الفريمات بقى بتاعه الوايرلس، في عندنا ثلاث انواع من الفريمات بتاعه الوايرلس، حاجه اسمها مانجمنت فريم وحاجه اسمها كنترول فريم وحاجه اسمها داتا فريم. يا نهار مش فاهم، ثلاث انواع من الفريمات. كل نوع بيبقى له رمز 0x0 0x1 0x2 لان الرقم ده مكتوب هيكس ديسمال، اي رقم بيكتب هيكس ديسمال بيبقى قبله OX او 0x فتعرف ان الزيرو دي مكتوبه ايه؟ هيكس ديسمال. فالفيلد بتاع الفريم تايب ده بينكتب فيه هل انت مانجمنت فريم ولا انت كنترول فريم ولا انت داتا فريم؟ لا ده مش كده وبس. طب لو احنا كتبنا المانجمنت فريم
المانجمنت فريم بيبقى له سب تايب انواع ثانيه بس بالمانجمنت فريم اهمت. يا نهار ابيض. طب لو احنا عملنا كنترول فريم، الكنترول فريم هيبقى محطوط هنا رقم ان هو كنترول، بس الكنترول ده له ثلاث انواع تانيين اهمت. ايه يا عم الكلام اللي انت بتقول عليه ده؟ ويعني ايه المانج ويعني ايه الكنترول؟ ايه يا عم باسم العك ده؟ تعال بص بقى، تعال بص بقى يا سيدي، تعال بص. هو انا لما اجي اكونكت من الجهاز بتاعي للاكسس بوينت، شوف انا اقول لك المراحل اللي انت بتعملها اهو، فهمتها ما فهمتهاش كبر دماغك. تمام؟ لما انت بيبان لك الاكسس بوينت عندك في الويندوز وتيجي تكونكت، ايه اللي بيحصل؟ انت عشان تكونكت على الاكسس بوينت يبقى احنا كده شغالين على المانجمنت فريم اللي هو بدايته على طول 0x0. شايفين المانجمنت فريم بدايته كام؟ 0x ايه؟ 0. طيب بتعمل ايه بقى يا معلم؟ الاكسس بوينت كل شويه تبعت رساله، الرساله دي اسمها البيكون فريم. بيكون ايه؟ فريم. الرساله دي بيبقى فيها حاجه اسمها الاس اس اي دي. يعني ايه الاس اس اي دي؟ اسم الشبكه. اللي هو السيرفس سيت اي دي اللي انت بتحطه للشبكه، ميدو، تريبل اي، تالنت، لوجيك، معرفش ايه، اي حاجه بقى ده اسم الشبكه بتاعك. كل ثانيتين اتنين الاكسس بوينت بتقعد تبعت الفريم ده برودكاست. فلو في حد في الرينج بتاع الاكسس بوينت وبيسيرش هيجيب اسم الاكسس بوينت. البيكون فريم ده رمزه كام؟ ايه؟ في الرينج، في موجود في المساحه. البيكون ده يا جماعه الكود بتاعه كام؟ 0x08. ادي اول فريم اهو 0x08. لا ده وانا بعمل لك كونفيجريشن دلوقتي هخليك تخفيه. الاكسس بوينت مش تبعت بيكون. لو انت عايز تكلمها انت تروح تكلمها، تبدا انت الكلام معاه. طيب يا عم باسم جاله بيكون وجاله ان في عندك اي 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 اكسس بوينت موجوده عايز يكونكت. فباسم هيروح يعمل ايه؟ هيروح يعمل كونكت. باسم علشان يعمل كونكت بيبعت للاكسس بوينت فريم تاني. الفريم ده اسمه ايه؟ اسمه بروب ريكوست فريم. لو سمحت يا اكسس بوينت انا عايز اكونكت عليكي. بروب ريكوست فريم. تقوم الاكسس بوينت رد عليك؟ لا ببروب اي زي اكنولوجي كده بس اسمها بروب ريسبونس ايه؟ ريسبونس فريم. يا نهار مش فايد ده كله انا مش حاسس. فريمات راحه جايه اهي. ده نوع تاني من انواع الفريم. خلاص يا معلم انت عايز تكونكت عليا انا موافق بس ابعت لي بقى اليوزر نيم والباسورد بتوعك. فتقوم بعت لها حاجه اسمها ايه؟ اوثنتيكيشن فريم. اهو شايفينه؟ اهو اوثنتيكيشن فريم. ايه الاوثنتيكيشن فريم دي؟ اللي فيه الباسورد بتاعتك بتاع الاكسس بوينت. والله لو نفس الباسورد اللي عندها متخزنه عندها تعمل لك ايه؟ اوثنتيكيت. بقى خلاص انت اليوزر نيم والباسورد بتوعك خلاص زي الفل. طب احنا خدنا في السويتشنج ان بيبقى الماك بتاعك متسجل عند الايه؟ عند السويتش، والاكسس بوينت دي عباره عن سويتش. فانا الاكسس بوينت لازم تاخد الماك بتاعك تسجله عندها. المعلومه دي اسمها ايه بقى؟ اسوسيشن ريكوست فريم. بتبعت لها الماك بتاعك اسوسيشن ريكوست فريم. يعني ايه اسوسيشن يا مصطفى؟ ببعت لها الماك بتاعي. تقوم هي عندها حاجه اسمها الماك ادرس تيبل. لا يا عم ازاي؟ هو لها بورتات؟ ليها بورتات بس مش بورتات حقيقيه، بورتات لوجيكال. لوجيكال بورت. هي عامله نفسها بورتات ايه؟ لوجيكال بورت. تقول والله البورت الاولاني موجود عليه الماك الايه، البورت الثاني موجود عليها البي، البورت الثالث موجود عليها مين؟ لوجيكال. فبعد ما تسجل الماك بتاعك، والله لو الماك ده المفروض يتسجل تقوم بعتها لك اسوسيشن ريسبونس فريم. بانت انت كده دلوقتي يا معلم جوه الاكسس بوينت اهو ريسبونس فريم. طب لو كان الادمن حط الماك بتاعك في البلاك ليست ما يتسجلش، تبعت لك يا معلم دي اسوسيشن فريم تفصلك على طول. لا انت بعت لنا الاوثنتيكيشن بس لما جيت تعمل اسوسيشن رفضتك، بعتت لك فريم في وشك اسمه ايه؟ دي اسوسيشن فريم اهو. انت
دي اسوشن يعني ما انتش ما انتش ما انتش متوصل اسمه دي اسوشن فريم انت شايفها وكل حاجه بس مش عارف تكونكت وبتحصل كتير جدا تبقى شايف الاكسس بوينت ومش طلبت منك ما طلبتش منك باسورد ولا اي حاجه وتيجي تكونكت عليها ما تكونكتش صح ما بتعملش اي حاجه ده عشان ايه عشان الماك الراجل هو بيعمل كونفيجريشن حتى اربع خمس ماكات هما اللي هيخشوا بس فانت تيجي تبعت الماك بتاعك ليها وترفضك ممكن الماك ده يكون واخد الاي بي ده مثلا واخد اي بي ايه يعني مثلا الماك لو انا حط اربع خمس ماكات ومس محطوطين سجل سايبين لو حتى التاني ماشي اه اين كان اين كان بس يعني بس انت ممنوع ان انت تخش خلاص وخلاص انا كده بالظبط فمش هتعرف تعمل معاه اسوسيشن اسوسيشن يعني ايه يعني تسجل عند الاكسس بوينت دي معنى كلمه اسوسيشن اوثنتيكيشن يعني ايه بتبعت لها اليوزر نيم والباسورد بتاعه حلو كده احنا خدنا اهو في خدنا حاجه اسمها اوثنتيكيشن ببعت لها الباسورد وحاجه اسمها اسوسيشن الاوثنتيكيشن بتتم الاول قبل مين قبل الاسوسيشن الاول وبعدين اسوسيشن فهمت بقى القصه دي الفريمات يا عم بتاع المانجمنت اللي ما كانتش عن بانك يبقى الاول هي بتبعت لي بيكون البيكون دي فيها اسمها الاس اس اي دي بتاعتها عايز اكونكت عليها بقول لها بروب ريكوست فريم تقول لي والله انا شغاله بالالجوريزم الفلاني وشغاله بالباسورد الفلانيه ابعت لي الحاجات بتاعتك ابعت لها الباسورد بتاعتي لو الباسورد صح هتدخلني وتقول لي بعد كده ابعت الماك ابدا ابعت لها الاسوسيشن ريكوست فريم ابعت لها الماك بتاعي تبدا تسجلنا عندها طب لو في مشاكل ان هي تسجل الماك بتاعها عندها تبعت لي ايه دي اسوسيشن فريم نعم ما ينفعش حد الكوتر النهارده يعني ايه الكوتر كوتر معايا من على الراوتر لا ما ينفعش من على الراوتر لا ما ينفعش انا ما شفتش الراوترات فيها الكلام ده تمام انما ممكن نعملها بطريقه ثانيه بقى عن طريق تي ام جي وايزر اه حلو كده هو في حاجه بس انا عملت شغل زمان وسميتها حافظ اه انا عملتها لسه شغلت تمام وعملها هنا وكل حاجه جميل نفس يعني جميل شبكه ظهرت تمام اي جهاز تليفون بيشوفها لينك وجنبه اسم ده كده او ارقام يعني بس ما بدأ نفس الباسورد اللي انا ما طلعتش اسم ده لا 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 ما اعتقدش ما اعتقدش انت ممكن تجيب اسمها لو انت خفيتها ببرنامج تاني موجود لا هي مخفيه انا خفيها هو ده بدخل اسم والباسورد وتخش انما ظهر عندك باسم تاني برقم تاني في واحده شبكه تانيه خالص بنفس الاسم ولما تحط الباسورد ما بتخشش لا بنفس الاسم ورقم لما بقى فراغ خلاص بتروح يعني متاكد ان هي تعرف الباسورد لا ده يبقى عيب عندك في الراوتر ده عيب في الراوتر ده عيب عندك في الراوتر انت عارف ان الراوتر الصيني ديت اي كلام يعني تمام انما لو انا خافي الشبكه مش هتبان عندي خالص لا باسم ولا برقم ولا تاني مخفيه مفيش اي مشكله تمام يعني انا واحده جديده خالص نفس الاسم بس لا دي هتلاقي مشكله عشان انت عارف ان الراوتر الراوترات الصيني دي ما لهاش اي ستاندر يعني فاهمني ها طيب دي اللي احنا خدناه ده يا جماعه عشان اكونكت اسمه المانجمنت فري دي انواع المانجمنت فري شفت الخطوات اللي انت بتعملها عشان تكونكت دي كلها اللي قدامنا دي وبتحصل تلقائي انا ما بتدخلش فيه بس واحنا بنعمل كونفيجريشن بقى هنيجي نتكلم عنها واحنا بنجيب الاكس بوينت نعمل لها كونفيجريشن طيب ايه بقى الكنترول فريم انت قلت لي في نوع ثالث ثاني اسمه كنترول فريم ده المانجمنت خلاص ايه بقى الكنترول فريم الكنترول فريم شغال بمبدا اسمه السيسما على السي اي كوليجن فاكرين لما قلنا ساعتها افويدنس ان هو اساسا ما بيحصلش كوليجن مش زي الواير كان بيحصل كوليجن ويقعد يحل الكوليجن طب ازاي بيعمل كوليجن افويدنس ادى الاكسس بوينت بتاعتك وادى الجهاز الكمبيوتر هو اللي فيه الوايرس اللي عايز يخش في الاول خالص الجهاز الكمبيوتر بتاعك بيبعت حاجه اسمها ريكوست تو سند رساله كده للاكسس بوينت اسمها انا عايز اكلمك عايز ابعت لك داتا فالاكسس بوينت قوم بعتها له حاجه اسمها كلير تو سند ومعاها حاجه اسمها تايم سلوت وقت حضرتك كل شويه هتبعت فيه يعني ايه تايم سلوت
الاكسس بوينت دي ما بتكلمش غير واحد بس ات ذا سيم تايم، بس بتقسم الوقت بتاعها لشويه سلوتات كده، شويه اجزاء صغيره خالص. فتقول الجهاز بتاع باسم هيبتدي يبعت هنا، وبعديه التايم سلوت اللي بعديه بتاع محمد، وبعديه بتاع مصطفى، وبعديه بتاع ولاء. خلصنا يبقى باسم يرجع تاني، وبعدين محمد، وبعدين مصطفى، وبعدين ولاء، وبعدين باسم، وبعدين محمد، مصطفى، وولاء. فبتديك تايم سلوت بتبعت فيه محدد، يعني انت ما بتبعتش على طول، لا اصل انت لو بعتت على طول في واحد تاني بيشغال في التايم سلوت بتاعك. حلو كده؟ فاللي هي كلير تو سند دي بتبعت لك معايا يا معلم حاجه اسمها تايم سلوت، هو انت هتبعت لي داتا كل قد ايه؟ وعلشان كده كل واحد فينا بيبعت في التايم سلوت بتاعه ما بيحصلش فيه كوليجن. فانت لما بيجي لك كلير تو سند بتبعت لها حاجه اسمها ايه؟ اكنولج، انا خلاص اتعلمت التايم سلوت بتاعي. كارت الشبكه بتاعك ما يبقاش يبعت غير في الوقت ده. زي بالظبط التايم سلوت زي القطر. كل واحد فينا واخد عربيه بيملاه، فانا واخد العربيه الاولى والرابعه والتاسعه مثلا، فانا مش هتكلم غير في الاوقات دي بس. تمام كده؟ ديت اللي هي ايه يا جماعه؟ الكنترول فريم. يبقى احنا خدنا المانجمنت فريم، خدنا الكنترول فريم اللي هو السيسم على السي اي، الداتا فريم بقى اللي هي الداتا العاديه بتاعتك اهو. وانت بتعمل ديسكفر للاكسس بوينت لازم الاول بعمل لها ديسكفر، وبعدين ابعت لها الباسورد، وبعدين اسجل نفسي بالماك بتاعي عندها، صح كده؟ دي بسميها اوثنتيكيشن، دي بسميها اسوسيشن. الديسكفر دي اللي هي بتاعه البيكون، بتاعه البروب والبيكون، صح؟ والمراحل دي احنا شرحناها. الاسوسيشن بارامتر بقى، عشان اكونكت على الاكسس بوينت لازم يكون معايا الاس اس اي دي بتاعتها اسمها، والباسورد بتاعتها عشان اعمل اوثنتيكيشن، والنتورك مود هل انا شغال A ولا B ولا G ولا N ولا AC ولا AD. ما هو ما ينفعش يكون الكارت بتاعي A وراح اكونكت على اكسس بوينت نوعها B، صح كده؟ لازم اكون كمان قايل لها سكيورتي مود اللي هي شغاله بيه، اللي هو ويب ولا ويبا ولا ويبا 2. كل واحد من دول الجوريزم بيعمل ايه يا جماعه؟ بيعمل اوثنتيكيشن، بيعمل انتجريتي، بيعمل ايه كمان؟ ها؟ اوثنتيكيشن، بيعمل انتجريتي، بيعمل انكريبشن للداتا. يعني كل الجوريزم من دول بيعمل التلات حاجات دول، بيبقى له باسورد، بيتاكد ان الداتا اللي انت بعتها له بعتها له صح، انتجريتي للداتا، بيعمل كمان انكريبشن، بيشفر الداتا قبل ما تتبعت. كمان عندنا حاجه اسمها التشانل سيتنج لازم تكون معاك. يعني ايه التشانل سيتنج؟ هنحكي عنها اهو. حلو الكلام؟ دي بيسموها الاسوسيشن بارامتر اللي المفروض تكون موجوده عند كارت الشبكه بتاعك وعند الاكسس بوينت. بس كله ويب 2. كله ايه؟ كله ويب 2. ويب 2 بس في ويب دلوقتي، يعني في ويب قديم من زمان. تمام؟ طيب لما اجي اعمل عمليه ديسكفرنج في عندي نوعين، لا اما باسيف مود لا اما اكتف مود. ايه الباسيف مود؟ لا اما الاكسس بوينت بتاعك بتبعت بيكون، فالكلاينت ما بيعملش حاجه، بيجي له اسمها وهو قاعد حاطط رجل على رجل، وفي الحاله دي بيسموها باسيف مود، يعني الكلاينت ما بيعملش اي حاجه. زي بالظبط انا دخلت هنا القاعه ورحت عامل سيرش على كل الواي فاي اللي موجوده عندنا هنا، فراح جايب لي كل الاكسس بوينت اللي حواليا. انا عملت حاجه؟ ما عملتش حاجه. لا اما يا معلم اكتف مود، انت بتروح كراجل تيجي على الكلاينت بتاعك وتقول له اد نيو نتورك، اصل انت خفيها، فالاكسس بوينت ما بتبعتش اي بيكون. اهو باجي هنا كده بدور على اكسس بوينت كده، بقوم عامل ايه؟ اوبن نتورك اند شيرنج سنتر، سيت اب نيو كونكشن، وبعدين اهو كونكت تو ذا انترنت نيكست، لا اسف من هنا، مانج وايرلس نتورك، واقول له اد، واقول له مانوال كرييت نيو بروفايل، اكتب انا اسمها بايدي، اسمها مثلا تالنت اهو. الاوبشن بتاعتها السكيورتي بتاعتها الراجل شغال ايه؟ ويبا 2. والباسورد بتاعتها مثلا سيسكو ات 1 2 3 4 5 ونكست. اهو بنت عندي اهي. فلو في عندي فعلا تالنت وانا خفيها هيكونكت ايه؟ هيكونكت عليه. تمام كده؟ حد عنده مشكله؟ طيب
فالنوع الثاني عندنا اسمه ايه يا جماعه؟ الاكتيف مود. الاكتيف مود يعني الاكسس بوينت بتاعتك ما بتبعتش اي بيكون للكلاينت، انت اللي بتروح تظبط ايه، تظبط الدنيا عندك عند الاجهزه بتاعت الكلاينت. طيب الاوثنتيكيشن بقى، علشان اخش على الاكسس بوينت لازم باسورد. في ناس بتبقى فاتحه الاوثنتيكيشن دي وعاملها اوبن اوثنتيكيشن، سبيل لاي حد يكونكت عليه، تمام. او في ناس بتبقى عامله حاجه اسمها شيرد كي اوثنتيكيشن، قبل ما تخش بيبقى له باسورد بديها لك تكونكت بيها عليه، تمام. نسيبنا من الحته دي دلوقتي. الراديو فريكوانسي بتاعنا ده يا جماعه اللي احنا نبعت عليه الداتا ده عباره عن 11 شانل زي ما انتم شايفينهم كده. لا 13 دي الامريكان، تمام كده، هم 11 شانل اهو. عد كده 1 2 3 4 مكتوبين تحت اهو 11 شانل، صح كده؟ 1 2 3 4 5 6 7 11 شانل. فانا عندي الفريكوانسي باند ده بيتكون من 11 شانل، كل شانل مساحتها 22 ميجا هرتز، يعني انت بتبعت داتا بسرعه 22 ميجا هرتز. كل شانل المسافه ما بينها وما بين اللي بعدها 5 ميجا هرتز. كل شانل المسافه اللي بعديها 5 كام؟ 5 ميجا هرتز. بادئين يا معلم من تردد 2 بوينت كام؟ بوينت 2 اهو. طيب يبقى ايش للشانل الثانيه كام؟ بعدها بخمسه، بخمسه ميجا، يعني 2 بوينت كام؟ خمسه ميجا هرتز، هي دي بالجيجا، صح كده؟ فانا بزود هنا على الخمسه اللي هنا، بزود بعد الاثنين. طب اللي بعدها كام؟ 2.35 تقريبا يعني، صح كده؟ انا مش صح كده؟ تمام. يعني ده 2.2 من 10 جيجا هرتز، تمام. بزود خمسة على اللي بعديها، بزود خمسة على اللي بعديها، خمسة على اللي بعديها. بيقول لك لما تيجي تستخدم ان شاء الله وانت بتستخدم الاكسس بوينت بتاعتك لازم تكون التشانل اللي انت عامل لها كونفيجريشن هنا تشانل واحد، يبقى ده لازم يكون شغال على تشانل واحد. لو انت عامل دي تشانل اتنين يبقى ده شغال على تشانل اتنين. طبعا الكلاينت اوتوماتيك بيظبط نفسه على حسب التشانل اللي مين اللي موجوده في الاكسس بوينت. بس القصه مش كده بقى، القصه لو عندك اتنين اكسس بوينت فواحده مشغله على تشانل رقم واحد، طب واللي جنبها؟ لو جيت شغاله على تشانل رقم واحد شايفين هيحصل فيه انترفيرنس ما بينهم، تعارض ما بينهم. فبيقول لك لازم التشانل الاولانيه تكون شغاله على تشانل رقم واحد، والتشانل اللي بعدها والاكسس بوينت اللي بعدها شغاله على تشانل رقم كام؟ 6. اللي بعدها يكون كام؟ 11. ليه كده سايب 5 ليه؟ عشان ما يبقاش فيه انترفيرنس، ما يبقاش فيه اوفرلاب. شايف الاوفرلاب يا مصطفى قد ايه؟ 5 شانل، فده يبقى تشانل رقم 5 6. اللي جنبه ده يبقى تشانل رقم كام؟ 11. طب تشانل رقم 1 وتشانل رقم 5 يبقى هنا تشانل رقم 11. طب 11 و5 او 11 و6 يبقى كام؟ 1 اهو، تشانل رقم 1. طب 1 و11 يبقى اللي هنا كام؟ 6. طب 6 و11 يبقى اللي هنا كام؟ 1. طب 1 و11 يبقى 6. يبقى الفرق ما بين كل اثنين اكسس بوينت واللي جنبها كام شانل؟ 5 شانل، عشان شايفين ان في اوفرلاب ما بين الشانل رقم 1 واللي شانل رقم كام؟ 6. عرض كل شانل يا جماعه زي ما احنا شايفين اهو، تمام، 22 ميجا هرتز. فانا لما اجي اشتغل على شانل رقم 1 وبعدين اللي شانل رقم 6 وبعدين اللي شانل رقم 11. لو انا شغال بالنظام الامريكاني بقى هلاقي فيه 13 شانل مش 11 بس. بس احنا هنا ايه في مصر شغالين بالنظام الاوروبي. في 13 انت هتشتغل هناك بره، لو انت شغال في امريكا. لو هتشغلنا في مصر تشتغل على 11. 11 بس. تمام؟ لا بقى القصه بقت اجمل من كده. قال لك ان عرض لكل شانل كام؟ 22 ميجا هرتز. قال لك دلوقتي في اكسس بوينت بتقبل ان تخلي عرض للشانل بدل ما هو 22 ميجا هرتز تضم لك كل اثنين مع بعض، فتخلي عرض للشانل بتاعك 40 ميجا هرتز. هو بيعمل ليه كده؟ بيزود الباند ويث عشان يعلي السرعه بتاعته اهو.
بس في الحاله دي الفريكوانس باند هقسمه كام شانل؟ 2. فلما تيجي تشتغل تشتغل على شانل رقم 3 والشانل رقم كام؟ 11، لانك جمعت كل 2 مع بعض. لو انت عملت الحركه دي هو كميه الشانلز اللي موجوده هتقل بس السرعه هتزيد. يعني مش تقدر تعمل اكتر من شبكه كبيره مع بعض بس السرعه ايه؟ هتزيد، باندويث هتزيد. لما نيجي طبعا نحط الاكسس بوينت بتاعتنا ما بنحطهاش كده عمليه راندوم كده، لا ده في برامج بتجيبها وتدخل رسمه المبنى بالاوتوكاد وتدخل له نوع الاكسس بوينت بتاعتك وهو يرسم لك مكانها هيتحط فين. في برامج للاسف تعال اعرف الشانل الاكسس اللي قدامي، اقدر اعرف الشانل ده عشان اغيره. نزلت واحد بس لا، في واحد اسمه سكوركرز للويندوز تمام كده بيعمل الحركه دي تمام. الوايرلس بتاع الاكسس بوينت بقى في عندنا مشكله احنا كلنا عارفينها اسمها دينايل اوف سيرفيس اتاك. يعني ايه كلمه دينايل اوف سيرفيس اتاك؟ يعني واحد قطع لك الخدمه خالص بتاعتك. طب دي ممكن تحصل ازاي؟ يعني الاكسس بوينت بتاعتك تكون مقطوعه ازاي؟ الخدمه وقع خالص ازاي؟ ممكن تكون حضرتك جيت تعمل كونفيجريشن عملته غلط. ممكن وانت بتعمل كونفيجريشن او امبرولي كونفيجرد ديفايس او كونفيجريشن ايرور، ايرور ظهر عمل لك ديسيبل الوايرلس لان، او حد عمل عليك هاكينج بلوشس يوزر عمل لك ايه؟ وقع لك الدنيا. او ممكن يا معلم يكون نتيجه انترفيرنس داخل، حضرتك مشغل مايكروويف والمايكروويف شغال على نفس التردد فعامل مشكله معاك مع الباور بتاعت الاكسس بوينت فمش ظاهره عندك. يا نهار ابيض الدرجه دي؟ ممكن يكون التليفون اللي عندك في البيت اللي شغال وايرلس شغال على نفس التردد وانت حاطط الاثنين جنب بعض. ده واحد زميلي كان حاطط الاكسس بوينت جنب التليفون الوايرلس بالظبط. فالباور بتاعته مش جايبه غير شرطتين. لازم يروح يقعد هناك جنب الاكسس بوينت. لو شال التليفون اللي شال الاكسس بوينت من جنب التليفون الدنيا خلاص. تمام؟ لان الاثنين عاملين انترفيرنس مع بعض، ده شغال على 2.4 وده شغال على 2.4. تمام؟ طيب بيقول لك لو انت شغال على 2.4 وعندك ال 5 جيجا يا ريت تسيب ال 2.4 وتروح لمين؟ ال 5. طيب ممكن واحد يعمل عليك اتاك ازاي بقى؟ بعض الاتاكر بيروح يبعتوا مسج اسمها دي اسوسيشن. ايه ده؟ ده نفس المسج اللي كانت الاكسس بوينت بتبعتها لما ما تقبلنيش. يروح يبعته لكل الكلاينت اللي موجود دي اسوسيشن مره واحده. يعمل لهم برودكاست برامج كده دي اسوسيشن، يقوم كل الاجهزه بتاعت الكلاينت قطعه مره واحده وراح تعمل ري اسوسيشن مره ثانيه في نفس الوقت. اهو كل الكلاينت يقعوا وفي نفس الوقت يحاولوا يخشوا في نفس الوقت على مين؟ على الاكسس بوينت، فيحصل فيه مشكله عندك في الاكسس بوينت. لا عارفين الكلير تو سند؟ مش انت كنت لما تيجي تبعت بتقول لها ريكوست تو سند الاول عايز ابعت، تقوم هي بعتها لك مسج اسمها كلير تو سند؟ لا الاتاكر بقى هو اللي هيبعت كلير تو سند، بس بعت لك التايم سلوت بتاعك هو نفس التايم سلوت بتاعي هو نفس التايم سلوت بتاع مصطفى، فكلنا لما نيجي نبعت نبعت في نفس الوقت فيحصل كوليجن. تمام كده؟ في عندنا حاجه اسمها الروج اكسس بوينت. يعني ايه الروج اكسس بوينت؟ اكسس بوينت غريب. والروج اكسس بوينت دي عملت مشكله اسمها الايفل توين. يعني ايه الايفل توين بقى اكسس بوينت؟ دي كانت بتحصل في المطاعم. في اوروبا كانوا بيعملوا ايه؟ انت داخل تاكل في مطعم اسمه اي بي سي، فعاملين واي فاي اسمها اي بي سي مفتوحه زي ما بيحصل في الاماكن المحترمه من غير باسورد من غير اي حاجه. مثلا ايه فتحينها كده؟ طيب بس برقم اكيد. لا له باسورد مكتوب. ما فيهاش والله. اهو اكسس بوينت اسمها اي بي سي. فالمعلم باسم يعمل ايه؟ يقوم واخد الموبايل بتاعه المعلم ورايح قاعد جنب مين؟ اي بي سي، وعامل الموبايل بتاعه هوت سبوت. حلو؟ ومسمي الموبايل بتاعه اي بي سي، ولا خدت اللاب بتاعها ورايحه تقعد جنب الاي بي سي عشان تلقط. ظهر لها اتنين اي بي سي، بس مين اللي اقرب؟ باسم. فهتلاقي الباور بتاع الاي بي سي بتاع باسم مفتوحه وحاجه زي الفل. تقوم تكونكت مع مين؟ مع باسم.
باسم يوم بعت لها على طول مشغل الجهاز بتاعه دي اتش 3، بعت لها اي بي من عنده وبعت الديفولت جيت واي هو ومظبط حياته كده. اي ترافيك طالع من عنده ولا معدي على مين؟ على باسم. المشكله دي كانوا بيسموها ايفل توين اكسس بوينت، اي هاكر لسه بيتعلم ممكن يعملها، والبرامج يظبط حاله وعايش حياته وكل الفريمات اللي طالعه من جهاز ولاء معدي على مين؟ على باسم. حلها ايه يا معلم؟ حلها دلوقتي في اي مطعم او في اي مكان وانت داخل هتخش نت وكل حاجه، بس هديك ورقه فيها اليوزر نيم والباسورد بالظبط. بيعملها في كل الشركات بره وكل الفنادق وكل حاجه، وانت داخل يوزر نيم وباسورد عشان باسم ما يعرفش يعمل الحركه دي. تمام كده، يمشي معاك لمده ساعه ساعتين ثلاثه زي ما انت عايز يعني. حلو. الاوثنتيكيشن بتاعنا، لو احنا عايزين نحط باسوردات على الاكسس بوينت، لا اما تعملها اوبن، ودي على فكره ما عادش موجوده في كل الكونفيجريشن تقريبا، حتى لما الاكسس بوينت تعملها من غير باسورد تلاقيها منوره احمر كده، بقى ده ميزه فيتشرز كده فيه، ان مفيش اكسس بوينت من غير باسورد دلوقتي. كنا زمان بنعملها ايه اوبن ماشي، انما لو انت عامل اكسس بوينت ومش حاطط لها باسورد تلاقي الراوتر بتاع النت ذات نفسه هو اللي منور لمبه حمراء كده ان في عندك مشكله. في عندك مشكله ان المفروض الاكسس بوينت يبقى لها باسورد وانت عاملها من غير باسورد. تمام. او تشتغل بالجوريزم اسمه الويب، وده خلاص انضرب، او ويبه، وده شغال وعملوا منه نسخه اسمها ويبا 2. حلو الكلام. طيب تعال نشوف كده. الويب يا معلم بقى اوبسليت، انتهى خلاص، يعني الاكسس بوينت الجديده مش هتلاقي عليها الويب. نعم. الحاجات هعملها عملي بس، خلص بس ده خلاص اهو. ده كان اول جنريشن اوثنتيكيشن، كان اول حاجه خالص، بس ايزلي كومبرومايز، بينضرب بسرعه. كان بيستخدم الجوريزم بيشفر بيه اسمه الار سي 4، حاجه تعبانه كده، وكان بيستخدم الجوريزم بيعمل بيه انتجريتي اسمه سي ار سي انتجريتي. هو حد فاهم الفرق ما بين الانكريبشن والانتجريتي؟ يعني ايه انكريبشن ويعني ايه انتجريتي؟ انكريبشن التشفير. وانتجريتي. بص يا معلم، الراوتر بتاعك اهو تمام، وده الراوتر بتاع الفرع الثاني اهو. الداتا انا ممكن ابعتها لك انكريبشن متشفره وانت تقراها، بس مين قال لك ان المصطفى اللي بعت الداتا، مين قال لك ان الداتا دي فعلا اللي انبعتت؟ ما يمكن حد خد الداتا اللي كانت متشفره بتاعت مصطفى وعدل فيها وشفرها لك وبعتها لك. ده فايده الانتجريتي. الانتجريتي معناها صحة البيانات اللي انبعتت. الانكريبشن معناها انه بيشفر البيانات اللي بتنبعت. فكل رسالة واحنا بنبعتها بنبعتها متشفرة انكريبتد، ونبعت وراها حاجة اسمها الهاش، الامضة بتاعتها. الامضة ده هو اللي بيتأكد منها الفرع الثاني ان الداتا اللي وصلوا دي صح. يبقى كل رسالة بتوصل منها كم نسخة؟ نسختين، واحدة متشفرة وواحدة معاها الايه؟ السيجنتشر بتاعها، الامضة بتاع الراجل. فالبروتوكول كان بيعمل انتجريتي للويب اسمه سي ار سي 32. وخلاص البروتوكول ده ما عادش حد بيستخدمه وسهل ينضرب. عملوا نسخة تانية اسمها الويبا اللي عملته منظمة الواي فاي. هي اللي عاملة الويبا ده. تمام كده؟ فاللي عامل الويبا ده اسمه ايه؟ الواي فاي. عمل بروتوكول اسمه الويبا. زي بالظبط الويب، بس اقوى منه. بيستخدم بروتوكول عشان يعمل بيه انكريبشن اسمه تي كي اي بي، تمبرالي كي انكريبشن معه. وبيستخدم بروتوكول اسمه الميك علشان يعمل بيه انتجريتي. تمام. طيب ال 802.11i ويبا 2 بقى، الواي فاي مع الاي تريبل اي عملوا بروتوكول جديد اسمه ويبا 2، او الاسم العلمي بتاعه 802.11a. بيستخدم يا معلم الجوريزم علشان يعمل انكريبشن اي اس، ادفانسد انكريبشن سيستم ستاندرد، اسف ادفانسد انكريبشن ستاندرد اي اس. وبيستخدم بروتوكول علشان يعمل بيه انتجريتي اسمه ايه؟ سي سي ام، وده اقوى واحد فيهم طبعا. يعني ايه اي اس ويعني ايه سي سي ام؟ ده كورس لوحده بقى، ازاي تعرف الحاجات دي شغاله. حلو الكلام اهو. الكلام اللي انا قلته اهو، في عندنا حاجة اسمها Temporary Key Integrity Protocol تيك اي بي، ده اللي شغال مع الويب بيعمل انكريبشن، وبيستخدم بروتوكول اسمه الميك بيعمل انتجريتي. في بروتوكول تاني اسمه الاي اي اس، ده بيعمل انكريبشن مع الويب 2.
تمام كده، وبيستخدم بروتوكول اسمه سي سي ام عشان يعمل ايه انتجريتي. اي واحد هو بيعمل الباسورد بيسالك هل عايز تشتغل ريديوس ولا تشتغل بيرسونال، ايه الفرق؟ الريديوس يا جماعه او البيرسونال، في البيرسونال بتبقى الباسورد بتاعتك على فين؟ في الاكسس بوينت، وانت بتخش والراجل بيبقى عامل كونفيجريشن من قبل كده على مين؟ على الاكسس بوينت، وبيديك الباسورد بتاعتها، وعشان كده بنسميها بري تشيرد كي. اهي يعني ايه بري تشيرد كي يا مصطفى؟ يعني الاكسس بوينت محطوط عليها الباسورد من قبل ايه؟ من قبل ما تخش، وانت عايز تخش يا باسم الباسورد بتاعتي 1-8 زي اللي بتعملها في البيت عندك، وانت بتغير زي ما انت عايز، بس دي الطريقه دي من الاوثنتيكيشن بيسموها ايه؟ بري تشيرد كي او بيسموها بيرسونال. الكلام الفارغ اللي احنا بنعمله ده ما ينفعش في الشركات. امال ايه؟ بتبقى الاكسس بوينت متوصله بالسويتش، والسويتش بتاعك متوصل بسيرفر، السيرفر ده اسمه ايه؟ اسمه الريديوس سيرفر، عليه اليوزر نيم والباسوردات بتاعت مين؟ بتاع اليوزر. فالاكسس بوينت وانت داخل تقول لها انا باسم الباسورد بتاعتي 1-5 تروح تتشيك مع السيرفر، هو باسم ده موجود عندك؟ طب الباسورد بالفعل، بس بيشتغلش انا الباسورد ده اللي بنعمله في الجامعات في الكافيهات، بنعملها في اي مكان سيرفر اسمه ريد السيرفر. في حاجه غير في حاجه غير ايه حبيبي ده انا بعملها في مايكروسوفت ويندوز سيرفر 2012 او 2008 او 2003 واخلي لك ريد السيرفر. الراوتر بتاع سيسكو لو انت خدت سيستم سكيورتي هخليك ريد السيرفر، احط عليه يوزر نيم وباسوردات بتاعت الناس. اللينكس سيرفر ادمن بخليك ريد السيرفر، تمام كده. طيب ازاي بقى؟ طب ما ممكن مصطفى، ما ممكن مصطفى يا معلم يقوم رايح موصل اكسس بوينت هو مع نفسه كده بالسويتش، هو مصطفى موظف عندنا ومخلي ايه؟ لا 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 لا، يعمل شبكه ثانيه روج اكسس بوينت هو يوزع مع نفسه. طب عشان امنعه قاموا عاملين بروتوكول اسمه 802.1 اكس. بيعمل ايه البروتوكول ده؟ اي اكسس بوينت عشان نوصلها بالريديوس سيرفر لازم يكون ما بينه وبين بعض اوثنتيكيشن باسورد واحده، اهو عشان مصطفى ما يروحش يوصل هو اكسس بوينت من عنده. طب البروتوكول اللي بيعمل اوثنتيكيشن ما بين الاكسس بوينت والسيرفر اسمه ايه؟ 802.1 اكس. انتوا عارفين القصه في ايه؟ الباسوردات اليوزر نيم باسوردات موجوده على السيرفر، فانا مش عايز اي حد يروح يوصل لي ايه اكسس بوينت ويشتغل، انا عايز اكسس بوينت بس هي اللي يشتغل بعينها. فكل اكسس بوينت انا بحطها لازم احط عليها باسورد، الباسورد دي تكون موجوده على فين؟ على الراديوس. طب الاثنين بيعملوا مع بعض اوثنتيكيشن ازاي؟ بروتوكول اسمه 802.1 اكس. طب لما يجي اليوزر بقى يخش اهو يقول له انت اليوزر نيم والباسورد بتوعك ايه؟ يقول له باسم 1-2-3 تقوم الاكسس بوينت واخده اليوزر نيم والباسورد راح ساله مين؟ الراديوس. بس عشان الاكسس بوينت تسال الراديوس لازم الراديوس الاول يكون عارفها، هو الاكسس بوينت دي بتاعتي ولا مش بتاعتي، دي بتاعته ولا حد غريب، خلاص مش هدخلها السنة عندي على الراديوس. طب بيعرفها ازاي؟ ببروتوكول اسمه ايه؟ 802.1 اكس. تعالوا بقى كده مع بعضنا نعمل الكونفيجريشن بقى نجيب. نعم يا حبيبي. في حاجه اسمها وي بي اس. لا وي بي اس ده زرار عندك في الاكسس بوينت بتعمل ايه؟ بس ان جاي يخش عندك نت وانت مش عايز يكتب باسورد، خلاص بتضغط على الوي بي اس ده، تمام؟ دي حاجه بقت ستاندرد دلوقتي، يقوم باسم كونكت من غير باسورد لانه ضيف، فمش هقعد احط له باسورد، مش عايز احط له باسورد، يقوم باسم بفتح في الفتره اللي باسم بيكونكت فيه، باسم كونكت اقفلها تاني وباسم شغال مع نفسه. فهمتني كده؟ تمام، هي معموله عشان كده. الشركه نفسها ما شفت الزرار كذا مره. لا الزرار ده موجود عشان كده، موجوده في اكسسات قديمه عشان اي حد يدخل تقدر فعلا تقدر تحط لها نسخ. صح كده؟ بالظبط. اه يعني المفروض ان انا ما افتحهاش. انت المفروض ما افتحهاش، هي مقفول. ايه؟ انا بقفلها على طول، اقفلها على طول اقفلها عشان مقفول. بالظبط. لما يجي لك ضيف البيت مش هقعد اديله باسورد والكلام من ده، عايز اخش يا عم اضغط عليها خلاص دخل.
طب تعال ناخد اكسس بوينت كده ونعمل لها كونفيجريشن. يلا على الباك تريسر الجميل ده اهو، عشان نخلص الموضوع ده بقى ونشوف كل الكلام اللي انا قلته ده عندنا. يلا اهو هذا الاكسس بوينت بتاعتي لينك سيس اهي، وده جهاز الكمبيوتر بتاعي في البيت. بعمل ايه؟ بكابل اهو، وراح جاي موصل بالايثرنت اهو، وموصل عندي هنا بالايثرنت. يلا يا عم او ام الاكسس بوينت بتاع سيسكو بتبقى واخده اي بي 192 168.01. فاجي على الجهاز بتاعي ده اهو واحط له اي بي عشان يكونكت 192 168.02، والجيت واي 0A01. واجي على الراوتر بتاع النت اهو اللي جاء البرنامج بتاع النت، واكتب اي بي بتاع مين؟ بتاع الاكسس بوينت. فيقول لي اكتب اليوزر نيم، هقول له ادمن، والباسورد ايه؟ ادمن. فالديفولت بتاعنا على اليوزر نيم والباسورد ادمن ادمن. تمام؟ كونفجريشن كده اهو، هنكتب الاي بي بتاعها هنا اهو 192.168.01 بتاعت سيسكو، الاي بي بتاعها كده. فراح مدخلنا على الصفحه بتاعت مين؟ بتاع الاكسس بوينت اهو. هنقول له وايرلس، يعني احنا في الوايرلس. هيقول لك يا معلم النتورك مود بتاعتك ايه؟ هل انت عايز تشغلها بي وجي؟ هل عايز تشغلها جي بس؟ واحنا خدنا الفرق ما بينهم. لو هشغل جي بس يبقى البي مش هيخش معايا. لو هشغل بي وجي البي هيخش معايا. بس لو حد بي دخل عندي سرعه النت بتاعتي هتنزل لسرعه البي. صح كده؟ طب انا هقول له مثلا والله انا هشغل ميكست كله يخش. اسم الاكسس بوينت هتبان عندك اسمها ايه؟ انا هسميها سيسكو. الراديو باند بتاعنا احنا شغالين على كام؟ على الشانل عرضها 20 ميجا هرتز ولا 40؟ انت ممكن تخليها 40، زود الباند ويت بس عدل الشانل هيقل عدده ما يقل. لا والله انا عايز اخليها 20 عاديه او اوتو اهو. طب انت عايز تشتغل على الشانل رقم كام؟ هم 11 الشانل اهو، شايفين؟ الشانل رقم 1. طيب هل انت عايز الاس اس اي دي اسم الاكسس بوينت يبان ولا ما يبانش؟ انا عايزه يبان في الاول، هنقول له سيف. خلاص تعالى كده جايبنا جهاز اهو، الجهاز ده ركبنا فيه كارت وايرلس اهو، مفيش كارت وايرلس اهو اهو، شلت الكارت اهو من هنا رميته وجبت كارت وايرلس اهو اللي فوق خالص ده 300 ان ده شغلت اهو. تعال دور بقى على الاكسس بوينت اهو، دور يا معلم ريفرش كده، راح جايب لي الاكسس بوينت اهو كونكت. تلاقي الجهاز من بره كونكت اهو كده من غير باسورد من غير اي حاجه خالص، نظيف صح؟ تمام. طب انا لو انا جيت خبيت اسم الاكسس بوينت اهو، قلت له ديسيبل وسيف، وقلت له يا معلم دور، هيلاقي اهو مفيش اهو. طب اعملها ازاي؟ انا في الحقيقه بعملها من هنا، اوبن نتورك اند شيرنج مانج وايرلس نتورك اد، واقول له مانوال واديله اسمها، ولو انت حاطط سكيورتي تديله نوعها ورقم الباسورد بتاعتها. حلو؟ ده انت لو شغال ايه؟ في البيت. طب لو انا على الباك تريسر بقى هعمل ايه؟ هعمل بروفايل جديد اهو، وهقول له نيو بروفايل اسمها ايه؟ احنا مسمينها سيسكو. اوكي فريش
انفراستراكشر اسمها سيسكو. رب بس يكون اسمه هو هو. مفيش سيكيورتي اهو. سيف كونكت. لو رحنا هنا كده هنلاقي كونكت ده شايف. طيب تعال نرجعها تاني بقى وضع تاني ونشوف حاجه جديده. انيبل اهو تبان للناس. سيف هنلاقي بعد الوايرلس تحت في حاجه اسمها وايرلس سيكيورتي. ديسيبل اهو خلاها ويب 2. طيب عندك بيبان هنا الاي اس والتي كي اي بي. مين الاقوى؟ الاي اس طبعا. اقوى اقوى في التشفير اللي هو ادفانسد انكريبشن ستاندرد. تمام. طيب الباسورد بتاعتك والله هخليها سيسكو ات 1234 سيف. فلما تيجي تكونكت هنا بالجهاز ده دلوقتي اهو هيطلب منك ايه؟ الباسورد اهو هتبان عندك هنا. ريفرش اهو هتيجي كونكت هيقول لك حط يا معلم الباسورد سيسكو ات 1234 كونكت. سيم ال 71 دي كود الاشاره. تمام اهو كونكتد اهو. تمام وايرلس اهو سكيورتي. في نوع تاني من ويب 2 بيلتزم سيرفر لو انت عايز تعمله بسيرفر اللي هو مين؟ الانتربرايز. بس بيقول لك قول لي يا معلم مين بقى رقم الجهاز اللي انت حاطط عليه مين؟ السيرفر بتاعك اهو رقم 10. طيب الباسورد اللي ما بينك وما بين السيرفر عشان مصطفى ما يروحش يحط اكسس بوينت غريبه. دي الباسورد مش بتاعت اليوزر، لا دي الباسورد اللي بتعمل اوثنتيكيشن للاكسس بوينت مع السيرفر. ده السيرفر اساسا بقى اللي محطوط عليه ايه؟ يوزر نيم وباسوردات بتاعت الناس. اللي هي ايه؟ الويندوز سيرفر ولا شغال؟ لا موجود موجود. اختار الانتربرايز باسورد تلاقيه موجود. انا عندي اللي هي تي بي لينك ده شغال عندي موجود. تمام كده اهو. لا والله خليها وي بي 2 بيرسونال وشغال زي الفل شغال لو في البيت. طب يا معلم في حاجه اسمها الوايرلس ماك فلتر. ماك فلتر لو انت عايز ماكات معينه هي اللي تخش. في عندك بريفنت وبرميت. اعمل لها انيبل بس الاول الخاصيه. بريفنت لو انت هتكتب ماكات هنا هي دي اللي هتتمنع. طب برميت هي دي اللي هتسمح ان هي تخش. اللي هيتسمح لها ان هي تخش. حتى لو معاك الباسورد بتاعها و يعني ايه؟ انا عايز مصطفى اللي يخش. فتعلم الاول على برميت وتديله يا معلم اهو بقى. اهو 0 سي 4 2 ده الماك بتاع مصطفى. 1 5 او 1 6 3 بي 2 3 اي حاجة. لا 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 سيبه خلاص ما عادش غير الماك ده الوحيد اللي هيخش اهو. لو عملنا سيف راجل حصل فيه ايه؟ فصل صح؟ كان كونكت اتفصل اهو. تمام. طيب انا عايز امنع بريفنت بقى واقول له سيف كده الماك ده اللي هيتمنع بس. اللي هو ده النت كات باشمهندس اللي هو ايه؟ عايز لا 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 نت كات دي من هنا من هنا دلوقتي معين تطبق على الجهاز. برنامج اسمه نت كات بيقطع كده البرنامج. لو في مثلا انا بخش على الارض بشوف مثلا عدد اي بس انا في اي غريب داخل معايا او فباخد الماك بتاعه وعمل له بريفنت ماشي شغال. بس وليه تعمل كده؟ يعني ليه تعمل كده؟ طب ما تجمع الماكات اللي داخله وتحطها وخلاص على كده شكرا. لا شوف الماكات اللي شغاله انا عامل الاي بي بالماك اصل الماك بتاعه ففي واحد داخل غريب انا ما اعرفش التعميم. خلاص خد الماك وحطه في البلاك ليست. خلاص شكرا انتهى. بس ممكن يكون الماك بتاع حاجه انت شغال عندك ما انتش واخد بالك برنتر ولا بتاع. فتاكد الاول يعني. تمام.
فده الوايرلس ماك فلتر، ده الوايرلس سكيورتي. فانت عندك في البيت هتعمل ويب 2 وهتخفي الاكسس بوينت وهتعمل فلتر بالماك كده، خلاص اتاكد ان محدش يعرف يضرب لك الحاجات دي. تمام، ده الايه، ده الجزء بتاع الوايرلس. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولكم عليها، تصور كده لو انت عندك 2 اكسس بوينت اهو، جبت اكسس بوينت ثاني اهو عشان نخلص بقى من الموضوع ده، نخش في موضوع جديد اهو. اسف، ادي اكسس بوينت وادي اكسس بوينت والاثنين شغالين مع بعض. يا رب بس نبان معايا، بس ايه اقول لكم ايه العك اللي بيحصل معانا بره. الوايرلس اهو هسمي دي سيسكو واحد، شغال على تردد كام؟ 1.4 ماشي. وهسمي دي سيسكو 2 اهو، وايرلس اهو سيسكو 2 وشغاله برضو على نفس التشانل اهو. وجبت كارت شبكه في عند الراجل ده اهو اهو، وجيت عملت هنا ايه على الديسك توب سيرش كده ريفرش، فلاقي واحده جايه ب 94%، واحده جايه ب 89%. يا رب بس تبان معايا. تعالى خد من ابو 94 اللي هم 89% دي، ويا معلم شغلها على تشانل رقم 6، ابعدها عن دي خالص وسيف. وتعالى شوف قوه التشانل بقى، يا رب تبان معانا بس فين في الباك تريسر. كونكت ريفرش، ايه الاخبار؟ صح كده؟ عالي عالي، الباور بتاعنا عالي صح؟ لان كان في انترفيرنس ما بين الاثنين دول، لما كنت مشغلهم على نفس التشانل كان في انترفيرنس، فكان مقلل لك السيجنال بتاعتك. تصور بقى كمان لو انت حاطط 10 15 جهاز شغالين واي فاي، وده مشغل عشان 1 ودي مشغل عشان 1، ده انت الباور ضايع خالص. انا مشغل الجهاز واحد، لما خليت دي على شانل 1 ودي على شانل 6 الاثنين بعدوا عن بعض، فالباور بتاع السيجنال ايه؟ قال صح الكلام؟ طب انا على نفس الراوتر عملت كذا كذا وايرلس. لا ما ينفعش، ما ينفعش. ينفع عندك؟ لا ما هي واحده، هي واحده لا ما هي واحده، لا لا كله هيبقى على نفس الشانل واحده، كله هيبقى على نفس الشانل يا محمد. ما اعرفش انت ممكن تغيرها على اكثر من شانل؟ لا مش الشانل، انا عملت كذا وايرلس على الراوتر، بس الشانل هي شانل واحده ولا بس كده؟ لا هي شانل واحده. شانل واحده بالظبط. تمام، ده كده يا جماعه الجزء بتاع الوايرلس.